اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا يا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام، يا قدوس يا سلام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ها نحن قد وقفنا ببابك، وعنت وجوهنا لجلالك، وخضعت رقابنا لسلطانك، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله
أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا من النار، وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم اللهم موتانا. اللهم ارحم ناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية، اللهم أنزل على قبورهم شابب الرحمات، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، وانصر بهم دينك، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا ومسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.